عليكم السلام ورحمة الله. معكم الأخ بن حاجي لطفي، مكلف بالإعلام في جمعية أنصار المنتخب الوطني الجزائري. استمعتكم أن اللقاء اللي راكم فيه مش الهدف منه؟ اللقاء اليوم يوم مفتوح باش نقدموا الانطلاق الرسمي تاع موقع الجمعية اللي فيه الجميع المنخرطين على المستوى الوطني أو جميع الجزائريين بإمكانهم الانخراط عن بعد في الموقع الرسمي للجمعية. العصر يقول الرقمنة والتكنولوجيا، لازم نواكبوا الرقمنة والتكنولوجيا، وإن شاء الله راح يكونوا أشياء أخرين إن شاء الله في القارب القادم كتطبيق الجمعية تاعنا اللي راح يكون شغال يعني عن قارب إن شاء الله. هل هذا دعم أيضا معنوي للمنتخب الوطني اللي يقترب مع المنافسات القادمة إن شاء الله؟ يعني الجمعية هادية من بين أهدافها، يعني هدف الرئيسي هو دعم الفريق الوطني الجزائري ولم شمل الأنصار الجزائريين وتوعية الأنصار في المدرجات، ويعني راح يكونوا بزاف عفايس إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله. التوفيق. شكرا، يعطيكم الصحة ومرحبا بكم. بارك الله فيكم. والله من اوكازيون ديالو دقيقه صمت على المرحوم بركاوي ربي يرحمه، الاخ كادي ربي يرحمه، ورئيس السابق لاتحاد الحراش محمد بلعيد، محمد لعيب باردون، غزه اللي راهم كيما نقولوا في العدوان هذا. شكرا. المحترمين مشجعي فريق الوطني كرة القدم، أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الإعلامي المميز الذي يعكس تطلعاتنا وجهوداتنا المستمرة لتطوير وتشجيع كرة القدم الجزائرية. يعني نحن هنا اليوم يعني بكل فخر واعتزاز لنعلن عن انطلاق الموقع الرسمي للجمعية وافتتاح الرسمي للانخراط لكل محبي وانصار المنتخب الوطني الجزائري. بما على بالكم جمعيه انصار المنتخب الوطني الجزائري هي اول جمعيه في شمال افريقيا والمغرب العربي. الجمعيه هذه تاسست بهدف دعم وتكوين ودعم وتكريم الفريق الوطني الجزائري لكره القدم، المناصرين الاوفياء والعاملين في هذا المجال. والحمد لله وفقنا ربي يعني باش الناس تكون على بالها بلي عطاونا يعني لاغريمون في اواخر شهر اوت. والحمد لله من شهر اوت الى يومنا هذا يعني الجمعيه في تطور مستمر بفضل تكاتف مجهودات جميع الاعضاء اللي راهم معانا. كما حبيت نقولكم باللي الحمد لله عندنا ممثلين من ولايات اخرى، ومع الوقت راح يكون عندنا يعني ممثلين في على 58 ولاية في الوطن الجزائري ان شاء الله. يعني حتى الجمعية تاعنا عندها رسائل واهداف، يعني من بين الرسائل انها تكرم لاعبين سابقين الذين شرفوا المنتخب الوطني الجزائري، وتكرم حتى الانصار الاوفياء المنتخب الجزائري اللي على بالكم كاين منهم اللي تعرفوهم اللي راكم هنا تعرفوهم، مثل المرحوم الاخ كادي. يعني وتكرم كذلك الصحفيين اللي قدموا الكثير للرياضه الجزائريه، مثل الاخ حمزه بركاوي ربي يرحمه ان شاء الله، يعني باش نعزوا مكانتهم وتقعد يقعدوا راسخين في يعني في تاريخ كرة القدم الجزائرية وتاريخ المنتخب الوطني الجزائري. كما تلتزم تكريم كل هذه الشخصيات الرياضية، تلتزم الجمعية في مجال الدعم، يعني الدعم خاصة في الحالات الحرجة اللي يمر بها المنتخب الوطني الجزائري، ومن أهداف تاعها يعني كذلك انها توعي المناصر الجزائري، نقوموا بتوعيه المناصر الفريق الوطني الجزائري، وكل هذا باش يكون دعم ايجابي لفريق الوطني. يعني
حنا كمناصرين المناصر على بالكم يقولوا له الراجل جاب عام 12، كيكون المناصر يدعم الفريق تاعو بطريقه ايجابيه الفريق راح يتجاوب ان شاء الله. وثاني من بين اهداف تاع الجمعيه تاعنا يعني كما قلنا توعيه الجماهير باش يكونوا ايجابيين في المدرجات، توعيه الجماهير للمحافظه على المنشآت الرياضيه، اللي على بالنا رانا نشوفوا دوكا الجزائر عندها منشآت جديده يعني اللي تخلينا صح نفتخروا بها. تانيك عندنا تعزيز ودعم الفريق الوطني في مختلف المسابقات والبطولات التي يشارك فيها، محاربة العنف بكل أنواعه وأشكاله، يعني كما رانا هنا كاع مدى بينا إن شاء الله في الملعب ما يكونش عنف، ندخلوا الملعب نشجعوا الفريق الوطني، يعني ما ندخلوش ندخلوا نشوفوا لقاء فقط، وإنما نشجعوهم وندعموهم باش يروحوا للأمام إن شاء الله. عندنا ربط أواصر صداقة بين أنصار المنتخب الوطني داخل وخارج الوطن، يعني حتى خارج الوطن الجالية تاعنا اللي في الخارج عندنا أنصار أوفياء اللي يعني دائما تلقاهم سند للفريق الوطني، كما يقولوا في لي ديبلاسمون، يعني الحمد لله. عندنا القيام بحملات تطويعية وتوعوية مثل تنظيف الملاعب، لي يعني الأعضاء مشكورين عليها اللي قاموا بها في منافسة الشان ومنافسة كأس إفريقيا أقل من 17 سنة، يعني قدمنا لهم كذلك الدعم للشبان هذوما باش تكونوا عارفين باللي الجمعية تناصر جميع فئات المنتخب الوطني، يعني سواء الفريق الأول أو الفريق الثاني أو الأصناف الصغرى تاع المنتخب. يعني عندنا زرع ثقافة المناصرة الجماعية والمتناسقة والمنظمة، يعني احنا اوطون كو سوبورتور ماشي تريبيون تغني او تريبيون قاعدة، يعني لازم نكونوا كرجل واحد في الملعب. تأطير مناصرة المنتخب بإقامة تيفوات وطنية ورياضية فقط، يعني لا سياسية، احنا باش تكونوا قاعد تكونوا فاهمين احنا جمعية رياضية 100% رياضية نصر المنتخب الوطني. تأطير وتنظيم دخول أنصار رابطة إلى الملعب بطريقة تحضيرية حضارية، اسمحوا لي، يعني كما شفنا رانا كاع نعرفوا الملاعب الجزائرية طريقة الدخول، يعني علاش ماشي غدوة نكونوا حنا ننظموا ونأطروا الدخول، يعني بلاصة ما المناصر الجزائري يدخل 5 سوايع ولا 6 سوايع الملعب قبل المباراة، يعني علاش ما نقصوش هذا المدة نرجعوها ساعة ولا ساعة ونصف، يعني كل هذوما من اهدافنا. وكذلك تنظيم ملتقيات تحسيسيه وتكوينيه لما لا للمناصرين باش هكذا باش نقدموا اجمل صوره على المناصر الجزائري، يعني الحمد لله المناصر الجزائري عنده ديجا سمعه وعنده صوره جيده ونزيدوا نحسنوها ان شاء الله. عندنا تانيك من اهدافنا ان في الوقت القريب ان شاء الله نقوموا بايام تكوينيه للمناصرين في مجال الإسعافات الأولية، يعني شفنا كذلك حالات ملاعب العالمية وين كان مناصرين يعني كما يقولوا دي مالاز داروا دي مالاز في السطاد، علاش ماشي نقدموا الإسعافات الأولية احنا كجمهور قبل ما يلحقوا الإسعافات، يعني ولا ربما تقدر تسلك الإنسان هذا. كذلك من الأهداف أن نقوم بزيارات المنتخب الوطني تحفيزية باش نشجعوهم خاصة في المباريات الحاسمة والقوية. نقدموا كذلك محاضرات وندوات ودورات هدفها تطوير ثقافة التشجيع لدى الفرد والمجتمع، بناء قاعدة جماهيرية متحضرة في الجزائر باعتبار أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، زرع ثقافة احترام النفس وجميع الناس والفاعلين في الملعب، يعني الاحترام لازم يكون في الملاعب تاعنا. زرع ثقافة احترام النشيد الوطني وخاصة النشيد الوطني للفريق المنافس، تحلي بالروح الرياضية مهما كانت نتيجة المقابلة، ومحافظة على الممتلكات العامة والمرافق الموجودة داخل الملعب وما يجاوره، وكذلك بيشير احترام المبادئ العامة. يعني كما قلنا الموقع هدايا رسميا راح ينطلق اليوم، ومن بين الأهداف
انه كاين ناس في الولايات، ولايات الوطن عندنا ولايات بعيده اللي الناس ما تقدرش تنقل، امكانهم يعني كما على بالكم هذه جمعيه وطنيه، يعني لكل جزائري الحق في الانخراط. باش نعطوا لهم الحق في الانخراط قررنا ان نديروا ان سيت ويب. لو سيت ويب هذايا فتحنا راح نفتحوا فيه الانخراط للجميع، يعني بالانخراط هذايا فيه شروط، الانخراط تاعنا فيه شروط. شروط هي الاهليه القانونيه، انه السن يكون 18 سنه فما فوق، ان يكون المنخرط يتسم بروح المسؤوليه، عندنا التزام مناصر باحترام القانون الداخلي بكل صرامه، وكذلك ان يكون بعلم ان كل مخالفه لقانون الرابطه والقانون العام الجزائري يتعرض لمتابعه قضائيه من طرف الرابطه والسلطات المخوله. يتعهد المناصر ان يحترم جميع الناس في الملعب، يتعهد باحترام كل ما يخص النشيد الوطني، يعني كل اهداف الجمعيه او القانون الداخلي للجمعيه لازم كل منخرط لازم يحترمه. بارك الله فيك اخونا، الله يعطيك الخير. السلام عليكم. بون كاين الناس ما يعرفونيش، ياسين يعرفوني، سي جنوار محمد عيسى رئيس الجمعيه. بارك الله فيك خونا لطفي. الان راح ندير لكم بيتي بريزونطاسيون بارابور لو سيت، بارابور لي انفورماسيون اللي كاين، ومن بعد اون باسي ديريكتومون لو سيت انترنت كومون سا سباس. هذه سي علي هنا عندنا مكتب الجمعية، الأمين العام، المكلف بالإعلام، المكلف بالإدارة والأعضاء. أنا تقضيف على الجمعية الوطنية تاعنا، جمعية رأس المنتخب الوطني كرة القدم، هي جمعية وطنية بعدية كما قلت لكم الأخ لطفي، تم إنشاؤها في نوفمبر 2022، معناه الفكرة جات في نوفمبر 2022 مع مجموعة شباب اللي كيتحب الفريق الوطني، وكما عندكم علم انه لاغريمون في الدولة الجزائرية عطتنا الاعتماد الرسمي كأول جمعية رياضية وطنية في الجزائر، وأظن ما في شمال افريقيا الجمعية الوطنية الوحيدة للفريق الوطني تاع المنتخب في شمال افريقيا. بعد النقاط لتاريخ الانخراط وصفة العضوية، هذا اللباس الخاص بالجمعية، هذا اللباس الشتوي نقدر نقولوا، وهذا اللباس الصيفي، وكان أيضا للأطفال. The Green Power من لحم تسجيل انخراط، تسجيل دخول حساب، لأنه ممكن تفتح حساب خاص بك شخصيا. هنا عندنا الأعضاء، هذيك الاستمرار على التأسيس وكيف كانت، وهذه صور الأفراد تاعنا في تاعهم. هنا يوم نهار الأسومبلي كان في هذا اليوم. كان يوم جمعية تأسيسية، وفي نفس الوقت احنا كرمنا الأخ رزقي بركاوي راه معنا في وسائل تكون حمزة بركاوي ربي يرحمه. ربي يرحمه. تاريخ تأسيس، شنو تاريخ تأسيس؟ نعم. نفس الصورة. التليفون اللي قمنا به خاص بي اللاعب بالمصر.
انه الباش الخاص بخونا كادي راح يكون حاضر في كل اللقاءات والتنقلات اللي راح نقوموها سواء في الجزائر ولا خارج الجزائر. والاخ منير وخالد القادر راح يعطيكم صوره خاصه بخونا كادي. معكم بركاوي رزقي شقيق حمزة بركاوي. اليوم رانا حاضرين هنا نشكرهم على الدعوة، هذه المرة الثانية فاصون الأولى التأسيسية باب الزوار واليوم الثانية هنايا في دار البيضاء. نشكرهم راهم من الحسن الأحسن وكما يقولوا ربي يوفقهم، هما المسعى تاعهم نبيل وحبوا ينظموا أنصار الفريق الوطني كما يقولوا تنظيم حسن ماشي هكذاك عشوائية ولا فوضى، وراهم كما يقولوا يسعوا. وراني نشوف اليوم في هذه التظاهرة الإعلامية الثانية هذه تطور ماغري ماشي حاجة سهلة، بصح إن شاء الله كما يقولوا مع الوقت ربي يوفقهم. ومجموعة من الشبان جاو عندهم كما يقولوا عندهم كاع مستوى عالي، راهم إطارات في هنايا في الجزائر، راهم يسعوا إن شاء الله كما يقولوا باش يكونوا وراء الفريق الوطني كما قالك في السراء وفي الضراء، ماشي باش الانتقادات برك ولا التكسير ولا. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كما يقولوا احنا رانا معاهم، انا معاهم كما كان حمزه خويا الله يرحمه دائما هكذا واقف مع الفريق الوطني ولا مع الصحافه الوطنيه ولا مع الناس ولا هكذا. احنا انا معاهم، انا ويني انا قلت لهم وين تنادوني على وجه حمزه الله يرحمه ونجي معاهم لو كان الصحراء، ورانا حاضرين والحمد لله بوجودكم ثاني كنتم اصدقاء حمزه والزملاء تاعو الصحفيين. ربي يوفقكم وان شاء الله ربي ينجحهم وان شاء الله نزيدو نتلاقاو في ملتقيات واحده اخرى ان شاء الله، وربي يحفظكم وبارك الله فيكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخ وادي ربيع، أخ المرحوم وادي عبد القادر المناصر الوفي للفريق الوطني. كيف شفت اليوم الدعوة هذه إطلاق موقع الإلكتروني الخاص بالجمعية اللي كرمت الراحل أكيد اللي كان المناصر الأوفياء المنتخب الوطني وتنقلات عبر كل البلدان؟ أخويا بارك الله فيكم على الدعوة تاعكم وربي يحفظكم، وإن شاء الله أتمنى الجمعية هذه ثبات وإن شاء الله تنجح بكل الطرق، وبارك الله فيكم وربي يحفظكم. واش ربما تذكر يعني اللي خدمته ويروح كان شكون؟ لا عبد القادر المناصر الوفي لما نهضر لك أنا، خلي خدمته يعيد للناس يحفزهم يقول لهم يا روحوا يخلص بنجيبه مسكين، كان مناصر وفي. واش رايك في المبادرة هذه؟ لأنه يعني السيفو تاعو أيضا راه حتكون في كل المناسبات تقريبا جابوها اليوم حطوها في هذا اليوم الإعلامي. يا خويا المبادرة هذه جيدة إن شاء الله، ماشي الأولى إن شاء الله ماشي الأخيرة، وإن شاء الله تداولوا عليها وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. سلامة الله. معك الأخ هشام ممثل ولاية مدية في جمعية أنصار المنتخب الوطني.
شفتوا يعني اليوم طلقتوا الموقع الالكتروني يكون يعني سهل باش تكلم ديا تقريبا باش ينخرطوا بطريقه سهله. الحمد لله وفقنا ربي اليوم وانطلقنا الموقع الرسمي للجمعية تاعنا. هذا الشيء راح يخلي الناس ما يتنقلوش في عملية الانخراط، وكل شيء راح يكون في الموقع ويسمح الكثير باش ينخرطوا معنا. وحنا نتمنوا من كل سكان ولاية المدية وخاصة مشجعي كرة القدم أن ينضموا معنا الجمعية هذه اللي عندها أهداف جميلة وأهداف سامية في خدمة المنتخب الوطني. كما نتمنوا إن شاء الله يكون هناك وعي رياضي للجماهير الجزائرية، وباش ندوا أولا صورة مشجعة ومشرفة للجماهير الجزائرية، وكذلك نقدم صورة جميلة عن الجماهير الجزائرية إن شاء الله. نشكرك على الدعم وما اللي دعمونا باش تقومنا هذا الحفل. السلام عليكم، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. نشكر الأخ محمد اللي أعطانا الفرصة باش نكونوا احنا ممولين يعني الجمعية تاعكم، جمعية مناصرين الفريق الوطني. وتعرفوا انتم الفريق الوطني كيما قالوا راهو رمز يعني من رموز البلاد، يعني كيما نقولوا باش انت تكون ممول الجمعية تاع رمز هذا كيما نقولوا راهو فخر لينا تاني. وان شاء الله كيما نقولوا يكونوا عندكم كيما نقولوا تظاهرات اخرين راح نكونوا معاكم فيهم ان شاء الله. والنجاح تاعكم راهو النجاح تاعنا، باسكو كيما نقولوا شركه بونا راهو يعني شركه وطنيه، وكيما نقولوا احنا نعرفوا بلي احنا عندنا العزه على البلاد وعندنا العزه على الفريق الوطني. وماذا بينا كيما كاين بون نقدر نقولوا بلي كاين من علامات يعني كيما نقولوا عالميه، يعني راهم احنا هنا في بلادنا راهم كيما نقولوا ممولين. احنا ماذا بينا يكونوا العلامات الوطنيه تاني كيمولوا يعني كل ما هو رمز يعني للجزائر. واعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. اخ رزقي بركاوي، اخ حمزه ربي يرحمه، مادام راهم ضيوف شرف اليوم ماذا بينا يقولوا لنا كلمه. والاخ ربيعه اخ مرحوم قاضي ما كانش اللي ما يعرف. الحمد لله تطور ملحوظ كما نقولوا كما قلت لكم قبيله من الحسن احسن. وحنا نشجعوا كما كان يقول الاخ بك، نشجعوا كل ما هو فريق وطني. الحمد لله الشعب الجزائري كاع يحب حاجه منظمه، الناس مادا بهم يدخلوا الملعب كما نقولوا منظمين بدون فوضى. وهضروا على نقطه حساسه قبيله اللي فكرتني في خويا حمزه الله يرحمه، انه هو ديجا كان في مهمه عمل في الكاميرا مع الفريق الوطني. ومن اسباب الموت على كل حال، الموت اجل على كل حال، هي المرض في الكاميرون، في الكاميرون تاع امراض تاع افريقيا. ولا هما هضروا على نقطه حساسه هي كيفاش المواصلين يتنقلوا في مثلا جايه كنت افريق ولا ماذا بهم هكذا تشوفهم ينظموا هذا. هما الناس تكون واعيه ماشي تروح برك قال انا نصر فريق الوطني نحكم طياره نروح ولا بعد بعيد شهر يجي يلقى روحو عنده مرض اللي بعيد شهر بالك منه. اما الحمد لله يعطيهم الصحه وكاين رجالهم واقفين. ما ادري على بالي صعوبات بزاف رامي يلاقيوها باش كيما يقولوا باش تكون عندك جمعيه وتكون واقف وتمر الامام مع الظروف اللي صايره فيها كيما يقولوا العالم ولا البلاد. بصح ربي يوفقهم اطاراتهم يخلوا خدمتهم يخلوا شغالاتهم يخلوا كيما يقولوا كاع الاخر ويقبلوا انتقادات. وحنا رانا معاهم. انا كيما كان حمزه الله يرحمه كان كيما يقولوا مناصر في الفريق الوطني وصحفي كيما يقولوا في الرياضه والفريق الوطني. احنا رانا معاهم، احنا وين يدعونا نكونوا حاضرين. واليوم رانا كيما نقولوا رانا مومبر ومنخرطين وكيما نقولوا رانا معاهم الى الامام. وكيما نقولوا رانا مع فلسطين ضربنا منهم وحنا رانا معاهم ضربنا منهم. السلام عليكم. السلام عليكم. معكم الاخ محمد اللي بعث لي تصوير ربي يعرفه. وإن شاء الله رحمه على الأخ تاعي وعلى أخ حمزة. إن شاء الله تكون الجمعية هذه دائما وفية للمناصر الفريق الوطني. وإن شاء الله ربي إن شاء الله يوفقها. ونطلب منهم أنهم ما ينساوش الأخ تاعي والأخ حمزة، ادعو لهم بالرحمة إن شاء الله، وإن شاء الله يكونوا من أهل الجنة لأنهم كانوا مواصلين أمسية للفريق الوطني وكانوا يخلوا كل حاجة يخلوها من وراءهم يلبوا الدعوة على الفريق الوطني. وإن شاء الله الجمعية هذه إن شاء الله تكون إن شاء الله ما تحبش هنايا
ناصر الفريق عوض علي وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لانه كما قلت لكم الموقع راهو هذا وين بدا، هذا مازال منا بالك على اسبوع 10 ايام راح يكون فيه الجديد، فيه اشياء كما يقول لك يكونوا دايروا بريك شفت ان شاء الله. احنا ما لابينا اللي عنده سؤال ولا عنده اسئله ولا حاجه اللي يراه حاب يطرحها يتفضل، نعطيو له لوكازيون ولا الفرصه يطرح اي سؤال ولا اي شيء. شكرا. ما يخفيكمش انه عندنا حوالي شهرين ملي بدينا، رانا كما يقول لك تعلمنا من الاخطاء تاعنا انه الفوبا قليل لي زيطاب، ما نقدروش نحرقوا ايطاب حتى الناسيونيل لا بريمير ايطاب باش نروح ايطاب دوزيام. دونك ان شاء الله هاد القناه راح تكون مع الوقت، نقول ان شاء الله مع الوقت. شكرا. فصيل فصيل فصيل